السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعي الكرام. التعامل مع مريض يعاني من آلام في الظهر أو approaching the patient with back pain، فهم هذه العملية نحتاج جميعا كمرضى كأطباء كباحثين أو مثقفين أو ناشرين للثقافة الطبية. العجز مصاحب للألم نتيجة لعوامل متعددة بيحددها الباثولوجي التركيبي أو التغيرات الباثولوجية التركيبية، يعني مجموعة الأنسجة المريضة اللي تأثرت، وهي في الغالب بتكون أساس الإحساس. عملية الشفاء الطبيعي في معظم الأحيان تحدث عندما نتخلص من هذه الآلام ويكون في فترة قصيرة، في ضغوط فيزيائية واقعة على الظهر من العمل، أنشطة العمل والراحة قد تبطئ عملية الشفاء وتزيد من الباثولوجي بتاع ألم الظهر. الحالة النفسية للمريض ده شيء مهم جدا، بتحدد مستوى شعور بعدم الراحة واستجابة المريض للمثير المؤلم. حالة المريض النفسية أيضا بدرجة الشعور بالرضا عن العمل، عن الحياة الشخصية، عن الحياة الاجتماعية، الحياة الروحية، بتؤثر على نظام مركزي في المخ. هذا النظام بيؤدي إلى تعديل الاستجابة للألم. الطبيب في الغالب بيركز على التغيرات التشريحية اللي حدثت في الظهر، فقرات الأعصاب، الغضاريف، وطبيب في الغالب بيتحير في بعض الحالات. ولكن هي الموضوع ببساطة إن العلم بيشرح الطريقة التي يسير بها العالم. ده كلام بور بيقول إن العلم لا يشرح ما هو العالم، ولكن الطريقة التي نرى بها العالم ونتفاعل معه. هو مثلا الضوء هو موجات ولا جسيمات؟ في ناس صممت تجربة والنتيجة كانت انه جسيمات، وناس صممت تجربة وقالت انه له طبيعة موجية، له طبيعة مزدوجة. يبقى احنا العالم بمشاهد بيتفاعل مع الظاهرة وبيشوفها من خلال هو. فالطبيب بيفهم حالة المريض بناء على وجهة نظره أو عن المعطيات اللي بتكون موجودة أمامه. النتائج اللي بيصل لها المريض بتعتمد على ما يراه من شكوى المريض، من الإكس راي والموجات الصوتية، كل المدخلات اللي بتبقى عنده عشان يشخص. ولكن في نظرة أخرى لابد ان احنا نوليها اهتمام. احنا عندنا العالم نشأ بعد الانفجار العظيم، كانت في عشوائية كبيرة جدا، وبعد كده الامور اترتبت، حصل تدرج جعل في مجرات ونجوم وكواكب. ده نظرية الانفجار العظيم. العملية دي بتؤكد ان في تغيرات صغيرة في البداية وتفاعلات بتؤثر على نتائج، وبتدينا في الغالب نتائج قد لا نتوقع. عندنا في مؤثرات كتيرة بتأثر على هذا الموضوع. الأعراض المرضية يمكن أن تتأثر بصورة إيجابية وبصورة سلبية. يعني المريض مثلا نقعد نستمع لشكواه، نحاول إن احنا نضحكه، نشرح له مشكلته، نشجعه. هذه تأثيرات إيجابية بترفع معنويات المريض وتجعله استجابته للألم بتقل. في تأثيرات سلبية، المريض خايف، متضايق، غضبان، ده كله بيأثر تأثير سلبي ويجعله استجابته للألم بيزيد. إذا عندنا نعمل فحص سريري، في نتائج الاختبارات،
بنحاول ان احنا نشوف المريض وحالته النفسية. في امثلة كتير جدا ان الحالة النفسية بتؤثر على المريض المصاب ب الم في الظهر. امرأة عمرها 50 سنة، ظهر اعراض ان في غضروف ومحتاجة ان هي تعمل جراحة، ولكن هي كانت اصلا تملك مزرعة عقار. عملت الجراحة وما استجابتش العلاج الجراحي الا بعد ما القطيع بتاعها كان مريض، وحصل تحسن لحالة المريض. بعد اشهر هي تحسنت حالتها مع تحسن حالة القطيع. برضو في مثال تاني، راجل عمره 45 سنة، كان مشغول في شركة تأمين وكان عليه ضغوط عالية جدا، وتشخص ان في مشكلة عنده في الفقرات القطنية الرابعة والخامسة، وتأكد الكلام ده بالإكس راي. اتعمل للمريض جراحة تثبيت، ولكن الأعراض المرضية لم تختفي إلا بعد من هو ساب الشغل اللي هو تعبه ده ومؤثر على حياته النفسية، وانتقل لعمل آخر. حالة الألم الظهر خفت نهائي. في راجل واحد عنده 35 عام، متزوج وله طفلين، دخل المستشفى في حالة الطوارئ، في مشكلة في ضغط على الفقرات، فاتضح ان في عنده مشكلة ان حماته ساكنة معاه في نفس البيت في نفس الشقة. لما ذهبت تعيش في مكان تاني تحسنت حال المريض وما احتاجش لجراحة ولا حتى لأدوية. فحالة المريض النفسية بتؤثر تأثير بالغ على استجابته للألم من الألم. في تأثيرات زي ما قلنا، تأثيرات مفيدة وتأثيرات ضارة. تأثيرات نفسية: الاستماع، الضحك، التشجيع، الإشارة، الحياة الروحية في الصلاة وما شابه ذلك من عبادات. التأثيرات الضارة: التأثيرات النفسية، الخوف، القلق، الغضب، الشق، الملل، عدم الحياة. فنموذج في عندنا نموذج قدرة الإنسان على أداء الوظيفة، في احتياجات للعمل، احتياج العمل، في تغير في الأنسجة، في بيئة نفسية. لو قلنا إن هما تلات دوائر متقاطعة مع بعضيها، الألم الظاهر والعجز ده، في تغيرات في الأنسجة، في احتياجات للعمل. احتياجات العمل دي بتخلي الإنسان بيشتغل بيعمل، فده لو كان قاعد على مكتب أو كان بيعمل عمل شاق بيخليه يزق حاجة أو يرفع حاجة، كل ده بيأثر على الأنسجة. في بيئة نفسية اللي هي حكاية الضغوط النفسية وأسباب إن هي بتأثر على استجابة المخ للألم. فالتلاتة مع بعض متآزرين، التلات دوائر دول بيتداخلوا عشان يحددوا بالظبط قد إيه المريض بيعاني من آلام الظهر.